امبارح لعبوا اثنينات مطاول الزهر، قال له انا اذا ربحت حكومه بتتشكل، قال له اذا انا ربحت الحكومه ما بتتشكل. شو صار؟ ربح هو. كنت مبسوط امبارح، كنت مبسوط. ليه؟ بس اليوم عم بخسر. قال له حبيبي فيك انه في حكومه، اليوم في حكومه. راحت الحكومه، راح كل شيء هلا، عاش في شيء. هكذا بات واقع اللبناني اليوم، عايش بقلق وترقب. وضع مأساوي كثير. كثير يعني ما في، ما يعني قاعدين، انا عندي مصلحه، انا اجر محلي بالنهار. مبلغ مين عم يدفع لنا اياه؟ مين بيدفعه؟ كان في عندك تفاؤل امبارح؟ اكيد كان عندي تفاؤل، في حدا ما بيتفائل يعني المجنون اللي ما بيتفائل في 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 اقوى من هالاركان بهالبلد حتى مش ما يتفائلوا؟ احباط غير متوقع. في صار بدل على شيء في تفاؤل؟ على اي اساس؟ ورقه رايحه ورقه جاي و... املأ الفراغ بالكلمه المناسبه يعني. وبعد الوضع بيحمل املأ الفراغ، بعد وضعك انت كمواطن بيحمل املأ الفراغ؟ نحن انتهينا من زمان، ناطرين دفننا بس مش اكثر. رحمه الله. يعني بتفرجوا على جنازه يعني. ناطرين الانهيار لينرو قدامنا. اول شيء هو اهانه للشعب هذا، هذا هن اللي عم بيديروا البلد، عم بيتخاطبوا مع بعض بهذه الطريقه، بعثت لك ورقه وبعثت لي ورقه واملأ الفراغ بما تجده مناسبا وما بعرف شو لون لي. يعني في استخفاف بالعالم. في استهبال للعالم، يعني واصل الوضع الاقتصادي بالعالم انه عم يتخانقوا على كرتونة البيض وعلى كيس السكر وعلى ما عم بيلاقوا حليب، وهن ليك ما عم يعملوا، عم بيزيدوا الانهيار. بدي شكله حكومة، وحكومة مزبوط ناس فهمانين يجوا يشتغلوا جد، بس هن ما بدهم. هيدي العقلية بدها تغير العقلية كلها، ما حدا بحب حدا، ضلوا يتخانقوا يتخانقوا يتخانقوا. كل دقيقة تأخير في تشكيل الحكومة يتحمل هؤلاء الخسارة ويدفعون الثمن. احنا هلا ما قادرين نتحمل، يعني بكره ما قادرين نتحمل، اليوم ما قادرين نتحمل. ما بعتقد بقى الشعب يتحمل، مفروض الحكومه كانت تبلش امبارح، عملوا شيء غلط. معلش لو كان هذا قال هيدا، يعني سوري باحترامي للالقاب، رئيس جمهوري مفروض كان يعجل الامور، تجي حكومه لهالبلد ويلجموا هالشيء، بس هن ما بدهم الظاهر. لازم تتشكل الحكومة بأقرب وقت ممكن لإنقاذ هالبلد من هالوضع التعتير اللي نحن عايشين فيه، وانت شايف الشارع عم بكش دبان كله، ما في حدا، العالم عم بتسكر، محلات كلها عم بتسكر من القلة والضيقة والفقر. كل واحد معنت شو بده، يعني الرئيس عم بده التلت المعطل والحريري بده شيء يعني، وكله عم هن ما حيتغير عليهم شيء. على الشعب اللبناني اشتد يا ازمه تنفرجي، انا بقول في حكومه بس ما حد غيري تعطي نتيجه، بس ان شاء الله بيصير في اصلاحات. ما قادرين نتحمل ابدا نهائيا. تشكيل الحكومه صار اكثر من ضروره حاليا. اكيد اكيد 100%. وهن نايمين على حرير، كتير بحاجة لحكومة، أكيد أكيد بحاجة لحكومة. إذا حكومة بتنقذ البلد وبنفتح على العالم، بنفتح على الدنيا، يا أخي بطيخ يكسر بعض، بس تكونا بحالنا، يتركونا، يتركوا البلد تعيش. لم يعد لبنان كوطن يملك تلف الوقت، ولا المواطن يتمتع برفاهية الانتظار، وإذا كفينا هيك فالوجهة هي الانهيار والشامل هذه المرة. رايح بس على الانهيار الشامل، على البلد كلها رايحه، شو بعد فيها هالبلد؟ إذن المشهد مأساوي وسوداوي بما يكفي، ولم يعد هناك من وقت ضائع لنضيع بعد، والمطلوب تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع ما بقى قادر لا يحمل ولا يتحمل. رشا الزن هاشم، أنبيان.